الأندومي أو النودلز أو الشعيرية المجففة أو مثل ما تسميها، الشيء الخرافي اللي أنقذ كثيرين في الليالي ولما كانوا جيعانين، وحاجة سريعة بس كيحط موية حارة وبسم الله وبالعافيتين عليك. ما فكرت كيف أصلا طلع وكيف تم اختراعه ومن فين جت الفكرة أصلا؟ وفي المقابل برضو راح نتكلم عن شخص يدعي إنه ما أكل أي أكل لمدة 70 سنة ولا حتى أندومي نهائيا. فهيا بنا لننطلق، ولكن قبل هذا الشيء حط لايك واشترك في القناة، فعل جرس التنبيهات عشان تصلك مقاطع أول بأول، وهيا بنا لننطلق مع كيف تم اختراع الأندومي. أندومو موفوكو، هذا الشخص يا جماعة هو اللي كان الأساس في اختراع الأندومي اللي قاعدين ناكله الحين. طبعا أقول أندومي هو له أسماء كثيرة، لكن ما هو بتعرف عندنا هنا في الخليج أو يمكن حتى العرب بالكامل أتوقع يسمونه أندومي غالبا. اكتب في الكومنتات إذا تسمونه اسم آخر. فهذا الشخص هو اللي بفضل الله ثم هو صنع هذا الشيء وأبتكره. لذلك خلونا نحكي قصته وكيف قدر يوصل إلى فكرة الأندومي اللي تعبته جدا. ولد أندو في 5 مارس عام 1910 ميلاديا، وكانت عائلة تايوانية وكانت ثرية جدا، وكانوا عايشين في مقاطعة اسمها شياي إيبان، وكانت هذه المقاطعة تابعة للإمبراطورية اليابانية. فالشخص هذا نقدر نقول باختصار هو ياباني. طبعا هو كان يعيش وقتها مع أجداد اللي كان عندهم وقتها متجر خاص بالملابس، فتقدرون تقولون من يوم صغير دخل في قلبه كذا البزنس والتجارة من أجداده، ولما أشتغل معاهم من يوم هو صغير. يوم وصل عمره 22 سنة وقتها جمع مبلغ من المال كويس من يوم كان يشتغل من أول، وقرر إنه يروح في إحدى المدن القريبة ويفتح فيها متجر ملابس خاص فيه. وبالفعل هذا الشيء كان في عام 1933، راح لليابان وأسس شركة ملابس خاصة فيه، ووقتها كان يدرس في الجامعة علم الاقتصاد. وفي هذه الأثناء بدت الحرب العالمية الثانية، وازدهر العمل عنده في الملابس هذه وفي تجارة الملابس بشكل غير طبيعي، لأنه كانت الحكومة والقطاع العسكري يطلبون نوع معين من الملابس هو كان يقدر يوفره بالصدفة، فازدهرت التجارة عنده بشكل خرافي وغير طبيعي. ولكن لما راجع ودقق في الحسابات لاحظ أن في مبلغ من المال يعني تم الاحتيال عليه فيه، وقاعد يمشي يعني مو عارف فين رايح المبلغ هذا، وعرف انه من جهة القطاع العسكري، فقرر انه يروح عند القطاع العسكري ويقول السلام عليكم يا الربع، ترى الموضوع كذا 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 كذا. لما وصل عند الشرطة العسكرية وعلمهم هذا الشيء كله قالوا اوكي تعال، شلوه كذا حطوه في السجن. نعم الظلم بعينه يا جماعة والفساد بعينه، يعني هم عارفين، وللأسف راح عند الأشخاص الخطأ وقاموا حطوه في السجن وراحت عليه حياته والبزنس حقه. يعني جم مخترع الأندومي اللي تاكلونه ترى كان مسجون، ولكن ظلم، وذاق مرارة الجوع والمذلة والتعب لمدة 45 يوم. ولكن اليابان انهزمت في الحرب العالمية الثانية، وهذا كان سبب بعد الله انه يخرج من السجن بشكل مبكر، لأنها وقتها أعلنت استسلامها العسكري. فجت فرصة له وقدر يطلع من هذا السجن، خارج الرجال وقال الله لا يردكم، لا انتوا ولا الفلوس اللي اخذتوها مني، مع السلامه خليني انفك بس. طبعا اندو لما طلع من السجن يا جماعه تخيل، يعني بلدك هي في حرب واعلنت هزيمتها، والبلد محطم ومعدوم، وانت انسرقت فلوسك، وراح محل الملابس حقه لقى قدم مكسر ومعدوم ومحروق، يعني لا مال لا استقرار لا حاجه، الوضع مظلم جدا وظلم وتعب، ولا في ادخار ولا حاجه. ولكن فعلا هذا الشخص مناضل ولا استسلم، وقرر انه كمل طريقه. سمع احدى النصائح اللي عرفها وقتها ان البلد كان يمر في حاله بناء واعاده بناء وما بعد الحرب، ورخصت اسعار العقار والاراضي، فقرر وقتها انه ياخذ بعض الديون من اهله ومن اقاربه اللي كانوا يحبونه اصلا، اخذ الفلوس هذه واشترى فيها عدد كبير من العقارات عشان يدخل في البزنس هذا. لكن للاسف اسعار العقارات ما ارتفعت، وقعد مده طويله جدا بدون اي فايده، واضطر انه يتركها بخساره ورجع اللي قدر عليه لاقاربه اللي اخذ منهم هذه الفلوس، وفشل الفشل الثاني القوي جدا في حياته. اشتغل واشتغل على نفسه، واخذ قرض من هنا تدين من هنا، وفتح له مصرف كذا. هو كان وقته يعرف ان البلاد تحتاج اشياء اساسيه، فراح للعقار ماش، بعدين فتح مصرف خاص فيه وكان هو الرئيس حق هذا المصرف. ولكن للاسف تم القاء القبض عليه بتهمه التهرب الضريبي، ما كان يدفع الضرائب للحكومة وكان يتهرب منها. وبالفعل دخلوه السجن وقعد لمدة 2 سنة إلى أن اكتشفوا في الأخير أنه بريء، وكانت عبارة عن أخطاء حسابية، لأنه كان يعطي منح للطلاب اللي ما يقدرون يدفعون فلوس ويدرسون. فطلعوه من السجن، راح شاف البنك حقه، وإذا بالبنك حقه قد أعلن الإفلاس وخسر بسبب الناس اللي كان لهم قروض ولا سددوه نهائيا، فخسر للمرة الثالثة. يعني خسرت 3 مشاريع ودخلت السجن وطلعت من السجن مرتين، يا إلهي. طبعا وقتها الشعب الياباني بعد هيروشيما وناغازاكي كانت تمر
يعني حالة جوع وتعب، والكل يعني يبغى يشتغل ويروح ينام وبس خلاص كفاية. فهذا الكلام كان في عام 1958 ميلاديا. كان وقتها يفكر انه ممكن يصنع غذاء للشعب الياباني يساعدهم انهم يتخطون التعب اللي عندهم، وانه ما في شيء ممكن ياكلونه ويشبعهم ويكون رخيص. ما في نهائيا، ولا عندهم الثلاجات عشان تحفظ الاكل، الوضع مزري جدا. فكان جالس في المطبخ حقه مع زوجته قاعد يبتكر كذا وصفات ويجرب يجرب يجرب، بس ماش ما لقي اي حاجه، الى ان جاء وقت المكرونه. وكانت للصدفه يعني، وهذه اراده الله طبعا، لعبت دور كبير جدا في اختراعه هذا. رمى المكرونه في المقلاه في الزيت المقلي، ولكن قال ليش ما اجففها؟ بعد التجفيف اصبحت مليئه بالثقوب، يعني خلاص كذا شعيريه ناشفه جدا. كل اللي عليك بس تحط لها مويه حاره، راح ترجع الى خواصها ومزاياها الطبيعيه اللي كانها توها انقلت، وراح تاكلها بالعافيتين. وبالفعل هو عمره 48 سنه اخترع هذا الاختراع، وقدم للشعب الياباني، وكان مسمى بالنودلز او المكرونه المجففه، او عندهم الرامن. وكانت بكل بساطه اكل تحط له مويه ساخنه، خلال 3 دقائق هو جاهز للاكل. فانقذ شعبه باراده الله من المجاعه والهلاك والتعب، وساعده بمنتج رخيص جدا وما يكلف، ولكن يعطيك طاقه رائعه جدا ويسد الجوع. وهذا اللي خلى الشعب الياباني الى يومنا هذا يقدسون هذه الاكله ويحبونها جدا، وعندهم انواع كثيره مره منها. وبكذا قدر يطور هذا المنتج مع مرور الزمن، ويطوره ويطوره الى ان وصل بالحاله اللي احنا نعرفها حاليا. فاندو مومفوكو شكرا على الاندومي، يعطيك العافيه. لم ياكل لمده 70 سنه براهالت جاني. الشخص هذا يدعي انه انسان هوائي، انسان يتغذى على التامل والهواء فقط، ولم ياكل لمده 70 سنه، لا اكل لا شرب. وعمره حاليا 82 سنه، يعني عمر غير طبيعي. يعني هو 12 سنه بس كان ياكل، بعدين صام فجاه كذا 70 سنه. الحين الله اعلم هل هو لا زال صامل ولا لا، ما نعرف. طبعا اطباء من الجيش الهندي قاعدين يقولون هم قاعدين يدرسون حالته وحاطينه ويتاكدون منه عشان يعرفون ايش السر خلف القدرات الخارقه حقتي هذا اللي تخليه ما ياكل 70 سنه. طبعا اللي ما يدري، هذا الشخص مو اول شخص يدعي هذا النوع من الصيام او انعدام الجوع، او يعني ما يجوع لانه كان ياكل الهواء فقط، هو بالتامل. ولكن ادعاء شائع دائما، يحبون يقولون كذا الناسكين والرهبان اللي في الهند. ولكن بناء على الفحص العلمي لم تصمد اي حاله، وما في اي حاله ثبتت رسميا انه فعلا صاموا على الاكل، لانه جسم الانسان يحتاج الى الطعام والماء. فهذا الشخص حرفيا يعني صامل، يقول لا انا صايم وانا مدري كيف وتعالوا وراكبوني. لكن يبقى الموضوع صعب، يعني في الاخير ممكن يقول بروح اغير ملابسي، ممكن اكله كذا وجبه سريعه، يقول بروح دوره المياه ياخذ له حاجه كذا على الطريق، صح ولا لا؟ فالمراقبه نوعا ما شيء صعب، فاي واحد يقدر يدعي يقول انا الله انا يعني اخر مره كنت قبل 20 سنه. ما في اثبات يا حبيبي، ما في اثبات. وهذا الموضوع ذكرنا بشخص اسمه وايلي بروكس. هذا وايلي بروكس اسس طائفه اسمها التنفسيين او الهوائيين فقط، يعني اللي هم الناس ياكلون الهواء، او الاشخاص اللي يتغذون على الهواء فقط والتامل بالاستغناء عن الاكل والمأكولات والماء. ولكن في الاخير بعد ما سوى طائفه وناس تبعوه كثير قفطوه ياكل في ماكدونالدز يا اخي اقسم بالله في عام 2013، الله لا يفشلنا، يعني هذا الشخص تكلم ومدري ايش وكذا، قفطوه ياكل ماك. في الاخير قال انا انصحكم تدخلون في وجباتكم الكولا دايت والبرجر بالجبن، تخيلوا، لان في منابع وبوابات للروح. اقسم بالله الشخص يعني ما ادري ايش اقول، الله لا يبلانا، تفكير غبي اصلا وغريب. خلونا الحين نرجع للناسك جاني اللي عمره 82 سنه له 70 سنه ما اكل. بعد ما ادعى الادعاء هذا قرر انهم يراقبونه لمده اسبوع كامل عن كثب. في الاسبوع هذا ايش صار له؟ فقد وزنه بشكل غريب جدا ومخيف. فالناس تساءلوا قالوا اذا هو متعود 70 سنه ما ياكل، يعني ليش هذا الاسبوع اللي احنا راقبناه يعني انخفض وزنه بالطريقه هذه؟ ليه؟ هل لانه بدا فعلا ما ياكل عشان نصدقه ونزل وزنه كذا؟ يا اخي بعض الناس عليهم طلعات غريبه ويفشلون نفسهم. يا اخي لو الواحد يقدر يعيش بدون اكل كان المجاعه اللي تحصل في افريقيا وفي الدول الفقيره كان ما مات احد من الجوع. يا اخي بعض الناس والله يضحك، الله لا يبلانا. بس فانا كذا خلصت من قصه الاندومي ومن القصه حقين ذول الاشخاص اللي حتى ما اكلوا اندومي، يعني لو انه ما اكلوا اندومي كان يمكن تمشي الكذبه وما حد انتبه لهم. فاعطوني رايكم عن كيف اختراع الاندومي، اعطوني رايكم على الاشخاص ذول اللي يصومون. انا بالقوه اصوم في رمضان، الله المستعان، نسال الله ان يكتب الاجر. هذول اللي يبغون يصومون 70 سنه يا رجل، والله شيء يضحك. عموما سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.